الجهاز البولي أو الإبرازي في الأسماك العظمية، يتكون من الجهاز البولي زوج من الكلى، وأيضا قناة تمتد على الحافة الداخلية للسطح البطني للكلية، قناة لكل كلية تمتد على السطح الداخلي البطني لكل كلية وقد تتحد قناتا الكليتين في الخلف لتفتحا بالفتحة البولية، وفي بعض الأسماك قد يتسع الامتداد الخلفي لقناة الكلية، قد يتسع الامتداد الخلفي لقناة الكلية مكونا ما يمثل المثانة البولية، التي هي وظيفتها الخزن الوقتي، للبول. حاول نرسم الجهاز البولي والتناسلي، زوج من الكلى، يمتد من كل كلية، قناة ناقلة، وتتحد القناتان الناقلتان لتفتحها بالفتحة البولية. هنا يعني عندنا كلية، وهنا قناة الكلية، مثل ما تلاحظون كلية زوج من الكلى وقناة الكلية تصف في الفتحة البولية. بالإضافة إلى أنه يضاف للرسم، إذا كان الجهاز البولي والتناسلي في ذكر السمكة، الخصة زوج من الخصة، وقناة الناقل الحيامين على الجانبين.
قصير. الكبيبات أيضا في أسماك المياه العذبة العظمية كبيرة، والكلية تطرح بولا مخففا. أما في أسماك المياه المالحة البحرية العظمية فإن الكبيبات تكون صغيرة وربما معدومة في بعض الأنواع، مما يقلل الترشيح. فقارن بين كبيبات، قارن بين الكبيبات في أسماك المياه العذبة وأسماك المياه المالح. راح نلاحظ أنه الكبيبات تكون عندنا أسماك المياه العذبة، الكبيبات تكون كبيرة، الكبيبات كبيرة. أما في أسماك المياه المالحة الكبيبات صغيرة وربما معدومة. في أسماك المياه العذبة تطرح بولا مخففا، ويقل الترشيح. أي البول يكون مركزا، البول مركزا. والنقطة الثالثة أعداد الخلايا الكلورية أو الملحية قليلة أو قليل. أما في أسماك المياه المالحة أعداد الخلايا الكلورية كثير. معظم الأسماك تقوم بتحويل الأمونيا إلى يوريا، معظم ملاحظة معظم الأسماك تقوم بتحويل اليوريا إلى فراغ، إلى أمونيا. تطرح من قبل الكلى والخياشيم. درسنا لهذا اليوم انتهى أعزائي، وأتمنى منكم كتابة الملاحظات وأيضا رسم الشكل.